جاي لوحدك؟ امال ياسمين فين؟ هي ما كانتش معايا يا ماما. الله، دي بعتت لي رساله قالت لي ان عندها مشوار. عساكت قالت لي ان عندها رحله وانا ما رضيتش اخليها تطلع. ما افتكرش انها هتكسر كلام ياسمين عقله. جربتوا تكلموها طيب؟ طبعا جربت، تليفونها مقفول. طب حد زعلها طيب ولا ايه؟ معرفش. طيب انا اخر مره يعني شفتها كانت في اوضه ابويا. انا قلبي مش مطمن. اطلب لي زكريا. مفيش اي حاجه تقول هي كانت فين، رايحه فين. ما تقلقش يا زكريا يا ابني، اخر النهار هتلاقيها راجعه. قلقش ازاي بس يا عم، مش حياتها ياسمين اختي. بعدين احنا عدت العطار، يعني الف مين معدينا. واياد اللي في المستشفى ده، اياد ده لو كان معاها ده معناه ان في مصيبه. بلاش تسبق الاحداث وكل شيء هيبان. ياسمين دي زي بنتي بالظبط، بس ربنا يجيب العواقب سليمه. عملت ايه في موضوع ياسمين يا حربي؟ بصراحه الرئيس لسه مش عارفين هي فين، بس اياد في المستشفى مخبوط في بطنه مش عارفين نتكلم معاه. عينه على حراسه، واول ما يفوق ويصحى ويتكلم تبلغني عشان اروح اتكلم معاه بنفسي. لازم افهم حصل من قبل ما تقول يا ريس. اسمع يا حربي، انا هعتمد عليك كتير قوي الفتره اللي جايه. انا بثق فيك زي ما ابويا الله يرحمه كان بيثق في ابوك الله يرحمه. واللي جاي علينا شكله كتير، محتاج واحد زيك في ظهري. انا تحت امرك يا ريس. بالنسبه للعمليه اللي هتتعمل بعد كام يوم، انا شايف انها تتاجل شويه. مفيش حاجه هتتاجل، كل حاجه هتفضل زي ما هي، وكل حاجه هتحصل في ميعادها. انا هنزل العمليه دي بدل عم سليم. ايوه زكريا يا ابني، طب مش نستنى ما نشوف عمك سليم هيقول ايه؟ امال مين يا ريس اللي هياخد مكانك ويستقبل السلاح في المخزن؟ صالح. صالح مش ابن زين العطار ولا ايه؟ زي ما انا جيت ومسكت مكان ابويا الله يرحمه غصب عني، صالح كمان لازم يجي ويمسك مكاني. صالح عمره ما اشتغل معانا وما يعرفش يشتغل ازاي. يتعلم. مش هيوافق. صالح من زمان وهو مش عايز يشتغل معانا. مش بمزاجه. جه الوقت اللي ما ينفعش يختار فيه غير اللي احنا عايزينه. صالح اتدلع واتدلع كتير، يبقى لازم بقى يتحمل مسؤوليه. يلا سيبولي الموضوع ده، انا هتصرف. يلا حربي ومظبط كل حاجه، ولو سمحت خلص لي موضوع ياسمين. انا ما بقتش عارف انام، ومش هنام غير لما ترجع وتنام على سريرها. يلا تحت امرك يا ريس. سنة مش هتعايزك. معلش عايزك سنة. في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاك فيه. خير يا ابني؟ أنا عارف إنك أقرب صديق لقلب أبويا الله يرحمه، وعارف كمان إنك الوحيد اللي كان بيعتبره البير اللي بيرمي فيه أسراره. عاوز تعرف إيه يا زكريا؟ في اتنين جولي امبارح قالوا لي إنهم إخواتي من أبويا. مهم اسمها غادة، ورولي شهادة الجواز وشهادة الميلاد وفي حاجة جوايا كانت مخلاني عايز أصدقه. يمكن لما وروني الصور بتاعت أمهم مع أبويا ولقيت عين أبويا فرحان الله يرحمه. أنت عارف عينه كانت دايماً فاتحة،
وانت سمعت الكلام ده من الست اللي اسمها غادة؟ شفتهاش، قالوا لي انها ماتت. وزي ما انا كان جوايا احساس ان انا عايز اصدقهم، برضو كنت خايف ان اصدقهم. ايه اللي مخوفك؟ امي، خايف على امي. اللي اقدر اقوله لك يا زكريا يا ابني، مفيش حاجة صح للآخر ولا في حاجة غلط للآخر. مالك يا بنتي يا ندي؟ بفكر. بتفكري؟ وده من امتى العقل ده يا اختي؟ بقول لك يا شرو، انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشك، ولو قريت الفاتحه بس هتتحرقوا انتوا الاثنين. يمي يمي، وانت كده بقى فاكراني هخاف؟ انا اللي غلطانه اني نازله اطمن عليكي بدل ما انت قاعده كده قافله. قافله؟ انا لا قافله ولا فاتحه يا حبيبتي. انا خايفه يا شرو. خايفه؟ خايفه من ايه يا اختي؟ عارفه يا بنت لما تبقي عايزه حاجه قوي وتقعدي تدعي ربنا بقالك زمن ان ربنا يحققها لك، بتبقي خايفه ان ربنا يكون بيحققها، لا يكون بيعاقبك. يا ريتني كنت استنيت اشوف المكتوب بدل ما ادعي الدعاء ده كله. هو ايه الجنان ده يا ربي؟ والله ما بقيت فاهمه حاجه. ولا هتفهمي لو قعدت تدم من النهارده لغايه بكره، مش هتفهمي حاجه يا شرو. اشربي لك سيجاره يا اختي يمكن تفهمي. 10 كل قرف انت واخوكي، كل ما اقعد معاهم يطيروني ام السيجارتين اللي انا بشربهم. ده ايه العيله دي؟ ممكن تقول لنا هنا ليه؟ ما اعرفش. احنا واخدين اوامر، نخلي بالنا منك، نحافظ عليكي، نعاملك كويس. طب مين اللي ادالك الاوامر دي؟ اللي اداني الاوامر دي انت مالك انت؟ انت عايزه توديني في ده شكلك كده، وانا معلش مش قادر اروح في ده النهارده. معلش انا اسف. طب هو احنا فين؟ ممكن ما تقعديش تستغلي طيبتي وتستدرجيني في الكلام، لان اكتر من كده هقول لك. قولي والنبي قولي. طب اتفضلي قولي، عشان انت على لحم بطنك من ساعه ما اتخطفتي. اتفضلي. طب انا هقول لك على حاجه. ايوه. انت ممكن تمشيني من هنا؟ لا والله، اهلي كلهم والله العظيم هيدوا لك فلوس كتير جدا لو مشيتني، وحياه ربنا. فلوس مين يا ماما؟ الغنى غنى النفس، ثم ان الفلوس هتعمل الواحد زي يعني. طب هو انتوا مين؟ انا كده بقى ابتديت ازهق، مش متصفح جنبك. انا اتكل على الله بقى واروح ايه انام، عشان انت كده هتتعبيني معاكي وبتسالي كتير. استنى. طيب مالك هم الدنيا كله في وشك كده ليه؟ موضوع ياسمين مضايقني أوي أوي. معلش هترجع إن شاء الله. يمكن الكتاب اللي في البيت ده مخليها عايزة تغير لها جو يومين. وهي دي اللي في المستشفى، أفهم منه إيه ده؟ بصي، أيا كانت هي فين ولا إيه اللي بيحصل لها، فأنا متأكد من إحساسي إنها مش كويسة. خير إن شاء الله، هترجع هترجع يا رب. علياء بقت أحسن النهاردة. أمي ما بتجيبليش سيرتها خالص. معلش، أكيد كان نفسها في ابنة أو بنت من صلبة. احكيلك حكايه كده